كذا بنرجع للاستديو. صباح الخير يا كويت، ومع اكيد سمية الابراهيم المتميزة دائما واللي تصحح كل اعتقاداتكم الخاطئة بالنسبة للتغذية، راح تكون صحيحة وعلمية وموثوق فيها مع سمية. يسعد صباحك. صباح النور غادة، يسعد صباحك. صباح الخير عبد الرضا. صباحك نور، يعطيك العافية. عبد الرضا مستعد لنا متطوع اليوم. عبد الرضا اي عم طوع عشان اكل الكاكاو اللي موجود بالطبق. نعطيك الكاكاو. اليوم موضوعنا عن الكرش. الرجل بلا كرش كالملك بلا عرش. ايوه قاصر على نفسهم الناس، يقيسون يقولون كرشي على الهواء. يلا فشوف الحين هذا المتر، هذا طبي بالضبط. اي زين، بس انا لابس المايك والسماعه شلون؟ ما يخالف، بس انه لو نسوي استثنيهم الموضوع يكون بالضبط فوق السره. احنا بنشوف هنا طريقه قياس الخصر يكون فوق السره بالضبط. اي كذي، فلو تشوف الرقم كم طلع معك. ما ادري، لا خل اوقف الصوب. اي بالضبط كم طلع الرقم. بعدين دي ترى فقره السينما. اي ف عشان البحر يصير له مكان. شنو طلع؟ فطلع عبد الرضا. إيه؟ ما شاء الله طلعت 80. حلو. شنو يعني 80؟ فهو الحد الطبيعي للرجال 94 سنتي. فانت الحد الطبيعي 94؟ اب تو 94. انا 80. انت 80. ثبتيك. اي حد ممكن اخذ الكاكاو عشان نخرب. اي لان فقره السينما فيها تعب، فانا اخليكم. شوفوا اتبرع عشان هالكاكاو. عليك بالعافيه عبد الرضا. طالما خصرك 80 تقدر تاكل كاكاو. ابدع في الاكل وتالق فيه اكيد. غاده، من الناس تبي تشوف وضعها الصحي او وزنها غالبا توقف على الميزان، لكن صحيح. الطريقه الاصح خلينا نقول اللي هو القياسات المتر، لان خاصه لما الواحد يسوي رياضه فتلاقين ان الوزن ثبت او كتله العضل عنده زادت، وبالتالي الوزن ما يفرق فيحس بالاحباط. لكن لما يكون عنده متر فهو الطريقه الاصح، مو بس لموضوع الكرش او موضوع صحيح. البطن كل جزء بالضبط، حتى حق الايد والريول الشات في الصدر راح يشوف انه صار في فرق بالقياس. صحيح. موضوعنا اليوم عن الكرش تكلمت فيه انا الاسبوع اللي طاف، راح اكمل اليوم بعض المعتقدات الخاطئه على موضوع الكرش. لكن بس في صوره سريعه، اهم مسببات الكرش غادة اللي هو النظام الغذائي العالي بالكربوهيدرات او العالي بالعصائر والقهوه البارده والامور هذه. هو الحلو خلينا نقول السويت اكثر شيء، والنشا يتركش بالله. النشا مثل ما انت قلتي، الخبز الابيض، الصمون الابيض، وايضا الدهون الغير مفيده مثل الزبده ومثل الكريمه ومثل الزيوت المهدرجه اللي موجوده في كثير للاسف من المنتجات. وتكلمت هم عن النظام الغذائي اللي يناسب الاشخاص اللي يبون يتخلصون من الدهون في المنطقه هذه، وتكلمت انه غالبا النظام يكون متمركز اكثر على البروتين والدهون المفيده، وتكون كميه الكربوهيدرات وان كانت مفيده قليله، يعني قد توصل بعض انواع الحميه الى 80% دهون وبروتينات و20% فقط من الكربوهيدرات. فمثل ما تشوفين هني، يعني الريوق حق الشخص اللي يبي يتبع الحميه الخاصه ماله تخقول الكرش يكون مثلا اللي هو البيض مع الخضار، وممكن إن يكون بس الكمية هذه من الصمون، مش الصمون الأبيض، الصمون الأسمر فقط في فترة اللي هو الفطور. وممكن يستغنى عن الخبز، ممكن يستغني عنه بعد. إيه أحسن إنه ياخذ حبة فاكهة. صحيح. أفضل من الخبز. لو تشوفين الغداء طبعا الكمية هذه صغيرة تناسب خلينا نقول السيدات، لكن كمية البروتين أو الدياي وايد كبيرة. مقارنة في اللي هو البطاطا الحلوة. فلو تشوفين ما أدري إذا باين بالكاميرا كمية البطاطا الحلوة يا دوب ثلاث شرايح، أو يعني إذا تكون واحدة صغيرة. والباقي اللي يكون هو بروتين الدياي أو السمك أو اللحم. فغالبا يكون البروتين وقليل كمية الكربوهيدرات، طبعا مع وجود السلطة الكمية هذه من السلطة أو أكثر. إحنا في أي نظام غذائي غادة نقول إن السلطة أوبن، يعني تقدر تاكل اللي هي الخضار كثر ما انت تبي. هو صحيح هذا الشيء؟ هو صحيح، لانه ما يعتد بالسعرات الحراريه اللي فيها، المشكله بس بالدريسنج. فاذا كانت الدريسنج مثلا بس خل التفاح وشويه زيت زيتون وليمون فهذه تعتبر ممتازه، اما الدريسنج اللي موجوده بالجمعيه فهم تكون عاليه بالدهون وبعضها ايضا يكون فيها سكر. فالواحد يكون حول سلطه من طبق صحي الى طبق يساعد في زياده الوزن عنده. انا حاطه الافوكادو هني، هم ممكن نضيفه مع وجبه الغداء نص افوكادو كمصدر للدهون الصحيه. فلو تشوفين وجبه الغداء شويه كربوهيدرات وايد بروتين ونص افوكادو، ترى لا يستهان في كميه طبيعي. الدهون اللي فيها، لكن الدهون المفيده إيه، لكنها صحيح. المفيده والمناسبه لنظام اللي هو موضوع ازاله الكرش. ايضا بالنسبه حق الوجبات الخفيفه ممكن الايدامامي، هذا عشق الحين صاير، والهبه اللي مو طبيعيه مصدر ممتاز حق البروتين والالياف، يعتبر قليل جدا بالكربوهيدرات. ممكن ايضا مكسرات تعتبر اختيار موفق، واللي هي البقوليات كاختيار حق العشاء مع نخي او باجل
فول فاصوليا مع مثلا لبن او روب اختيار موفق للعشاء. فتكلمنا عن اللي هو النظام الغذائي اليومي للشخص اللي بيتخلص من الكشف. طبعا العصائر تكون ممنوعه تماما في النظام هذه، ما يصلح في النظام هذا، ما يصلح يستخدم العصائر. عندنا غادر للاسف بعض المعتقدات الخاطئه على موضوع الكرش. ما ادري يطري على بالك معتقد خاطئ وايد وارد عند الناس على موضوع الكرش، اللي هو لا تشرب ماي وتاكل مع الاكل. فان لو انت شربت ماي، المعتقد يقول لو انت شربت ماي فتره الغداء او العشاء مع الوجبه راح يطلع لك كرش. هذه المعلومه والله في ناس لقمه ويقمت ماي، لقمه ما شاء الله البطن بالظهر. فشوفي اي صح، على قولتك الماي ممكن انه يساعد ان الواحد يشبع، فما ياكل كميه كبيره مقارنه بالشخص هو اعتقاد يعني. فهو اعتقاد بالنهايه خاطئ. شرب الماي مع الاكل ما له علاقه ابدا في موضوع الكرش. ايضا من النقاط الثانيه اللي احنا نشوفها، كوني انا متخصصه بالسكر، الاشخاص اللي ياخذون انسولين فيقول لك انا ما ابي اغز الانسولين بالبطن لانه يطلع لي كرش. فهذه معلومه ايضا غير صحيحه، فما له شغل في ان الانسولين لما ياخذه بالبطن راح يطلع لك كرش. يمكن معلومه واحده صحيحه، انه لو دائما غزيت بنفس المكان ممكن بالمكان هذا يصير في انتفاخ. صحيح. لكن ممكن ان انت انه يروح اذا انت ما غزيت في المنطقه هذه. عشان كذي احنا نقول ان الواحد يغز في، ما يغز دائما في نفس المكان في. صحيح. البطن او حتى في الايد او حتى بالريل، تجنبا للانتفاخ هذه اللي تطلع، لكن هو يسبب كرش غير صحيح. عندنا ايضا معتقد غاده، اذا انت تروحين نادي تشوفين الحريم شنو يلفون على جسمهم ساعات بالنادي؟ نايلون ما ادري شنو، ساعات يلفون نايلون. يعني انا اشوف لافين على ايديهم، لافين على ريلهم، لافين على بطنهم. النايلون ما له علاقه يا جماعه بموضوع اللي هو الكرش وان الواحد يتخلص من الدهون. كل اللي قاعد يصير انه هم لما تحط نايلون هني الجسم طبيعي راح يعرق وقت. صحيح. وقت التمرين، فلما نكون احنا حاطين نايلون العرق ما يتبقى مع بعضهم بالنايلون الحين اللي صاير الموضوع انه يشد الجسم، وانه يعني ما ادري شو الافكار الخطا. حتى المشدات الحراريه اللي قاعد تستخدم حاليا يعني يقولون انها تؤدي الى امراض الكلى ما بعد ذلك، لان تنشف الجسم من الماء، خاصه اللي قاعد يلبسها ويستخدمها قاعد يعرق في المنطقه، منطقه الخواصر، وما قاعد ياخذ كميه كافيه من الماء، فبالتالي راح ينشف الكلى وراح توقف عن عملها. فهو المشكله فيه اللي هو الحزامات السونا، ان انت مثل ما ذكرتي ان الواحد قاعد يفقد عرق، قاعد يفقد عرق. صحيح. لكن اللي قاعد تشوفينه يمكن حتى في عالم الشباب مو بس النساء، ان لما يشيلون المشد هذا ويشوفون كميه العرق المهوله اللي طلعت يقولون ايش كثر حلقت الدهون او الكرش عندي راح يروح من كثر ما عرقت. فهذا ما له علاقه، مثل ما قلت اذا الواحد شرب ماي راح يعوض فقدان السوائل هذه اللي طبيعي لازم تتعوض بعد شرب الماي. فموضوع اللي هو حزام السونا، موضوع اللي هو النايلون، يعني لا تضيعون وقتكم وانتم قاعد تلفون وهو ما له علاقه. ثلاث ارباع نزول الوزن انك تسكر حلجك 70% او 80%، 20% رياضتك اللي بشكل دائم مدة الأسبوع نص ساعة كل ثلاثة أيام خلنا نقول لا تقطع، فبالتالي إنك راح تأخذ جسم سليم، قوام جميل من خلال تحديد الكمية. وتوافقني بهذا الشيء أكيد سمية. طبعا الرياضة لها اللي هو تأثير جدا إيجابي لموضوع الكرش. يمكن أخص فيها رياضات عالية الشدة أو يسمونها اللي يسمونها الهيت، الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، اللي هو مساء كنت قاعد أتكلم مع الإعداد إن شلون رياضة الهيت تساعد فيه اللي هو التخلص من الكرش. صحيح. بدل ما الواحد يمشي خلينا نقول 30 دقيقة على نفس السرعة، أو يكون بالنادي في جهاز المشي أو الغزال أو القاري على نفس السرعة، يزيد السرعة ويقللها. يعني يسوي وارم اب تقريبا 5 دقائق، دقيقة واحدة يكون وايد سريع، بعد دقيقتين ياخذ ريلاكس، دقيقة سريع، دقيقتين ريلاكس لمدة 20 دقيقة، راح يشوف تأثير جدا إيجابي في منطقة الكرش. صحيح. أنا أقدر أقول خلال 3 أسابيع راح يلاحظ الفرق، وأكثر شيء راح يلاحظ في موضوع المتر. فخلوا المتر هذا يكون الحافز حق الناس. واخروا عن الميزان. الميزان ما راح اللي ناوي ينزل اللي هو الشحوم في البطن، الميزان ما راح يقول له أنت وين نزلت وزنك. صح. لكن موضوع المتر هذا أيضا يكون تحفيز، وممكن الناس تكون ملت من الدايت والرياضة، فهذا راح يحفزهم لما يشوف ان نزلوا سنتين ولا 3 سنتيات. ان شاء الله كل الناس تكون نفس قياسات عبد الرضا، ما شاء الله 80 سنتي ان شاء الله. جدا جدا ممتاز ان الناس تحافظ على صحتها وتتاكد ان هي ماشيه في الطريق الصحيح. صحيح. في اتباع الخطه العلاجيه للتخلص من السمنه، وضروري يحافظون على هذه المنطقه، لان من هذه المنطقه كما هو معروف انها تتسبب بامراض كثيره، منطقه الكرش. أكيد. فبالتالي حافظوا على قوام جميل، وخصر قياسه مثل قياس عبد الرضا. عدنا عليك باردة ما تقول تحسدوني. عليك بالعافية، وعدنا عليك باردة، ونتمنى إن شاء الله للكل والجميل الجميع إن شاء الله قوام جميل وقياسات ترضي أولا ثم ترضي صحته بلا شك. شكرا لك سمية.
سلمت في حفظك. وبنروح عاد حق عبد الرضا الحين اللي كل الكاكاو اللي ما تكلمنا عنه ويقول لنا شو اخبار السينما والافلام والبوكس اوفيس، شنو قصتها في امريكا والكويت؟ لكل هوا يا عبد الرضا. ايضا قالها بالشام طبعا، شكرا لكم بان الرجال بلا كرش ما بيسوى قرش، لكن يا جماعه ايضا المحافظه على الصحه شيء وايد زين. طيب خلونا